تبقى اول هزيمه للنادي الاهلي في الاسبوع ال17. جماهير بتجري على عند النادي الاهلي. اهدى إيه؟ لا لا لا، على عربيات الاسعاف عشان موجوده جوه الاستاد. من 35 حاله وفاه حتى الان. مش عارف اتحاد الكوره هيعمل ايه. لجنه المسابقات هتقول ايه؟ ايه اللي حصل والكراسي والامن كان قاعد ازاي؟ ده حصل في بورسعيد وكده. اهالي ضحايا مجزره استاد بورسعيد. النهارده فخور ان انا كنت في جامعه عمر علي سعد محسن. بني ادم يا عمر، ده اخويا بكتر، بيحب الناس كلها، راجل ما شاء الله كان الناس كلها بتحبه، ما بيزعلش من حد، محترم، هو بيعشق الكوره، وألذ بني ادم كان موجود على وجه الارض. اتولد 8 يناير 89، خلى الناس كلها تحبه الحقيقه، يعني كان قريب من كل الناس على كل المستويات. وبعدين دخل الجامعة الأمريكية، كان مشجع عادي، ما كانش يعني ينتمي للألتراس ولا لأي يعني فئة مثلا من الفئات اللي بتشجع الكورة. كان أشقى بني آدم موجود على وجه الأرض، وألذ بني آدم كان موجود على وجه الأرض. كان عارفة الشقاوة اللي هي بلذاذة، يعني هو دمه خفيف جدا، فكان بيتريق على أي حاجة ممكن يتريق على نفسه حتى هو واقف. والفكرة ان هو عمرك ما هتاخدي منه كلمة بشكل وحش، هو كل كلمة هتجيله تديله بس انبوت لأي حاجة هيطلع لك منه إفيه. طبعا ابو تريكة ده بالنسبة له كان حد طبعا كبير قوي وحد جامد قوي. فوجئت 1 فبراير بيكلموني وانا في امريكا بيقولولي ان عمر راح اتفرج على الماتش ومش لاقينه، فعرفت ان هما في ناس بتموت، في ناس مش موجودة. قالوا لي يعني كلم اصحابه اطمن عليه او اشوف انا، يعني طبعا كل نمر اصحابه كانت معايا. عرفنا تاني يوم الساعه 12 الظهر ان هو حد، ان هو اليو يعني موجود في المشرحه وكده. بس هو الخبر كان عامل ازاي؟ الخبر كان طبعا صدمه لينا كلنا. يعني هي في اغنيه حتى الالترس بيغنيها، يعني اللي هو وصاني في يوم شهيد حبي للاهلي يزيد، وده اللي انا بقيت احسه حتى من بعد ما عمر الله يرحمه توفى. قال لي يا سعد انت مش متخيل ما اجمل ان انت تموت شهيد، حاجه كده فوق يعني. وكان الكلام ده قبل لما يتوفى بحوالي 4-5 شهور، كان حاسسها قوي من قلبه، كان عنده الحته دي. قال لي تبقى فوق، تبقى في حته حلوه قوي، انت مش هتحاسب، مش هيحصل لك اي حاجه، يعني هتروح بقى عليك وعلى الجنه على طول. لغايه الصبح عرفنا ان هو يعني توفى. بقى ال 72 ولد ماتوا في 20 دقيقة. لقيت جدتي بتكلمني بتقول لي ان يعني عمر في الماتش، وطبعا بقى لقيت جدا. كان في اللي هو الخبر اللي منتشر وسط اصحابه ان هو ايده اتكسرت ودخل عربية اسعاف وان هو اغمى عليه. طبعا لحد تاني يوم الصبح في اللي سافر بورسعيد، وفي اللي راح عند محطة القطر، وفي اللي راح عند النادي الاهلي. انا كنت مسكت خدت صوره من عنده ورحت عند النادي الاهلي. كنت بقى قعدت اسال الناس اللي رجعت، يا جماعه شفتوا عمر؟ شفتوا؟ وهكذا لحد لما عرفت الخبر. وكنا رحنا بعد كده عرفت يعني ان هو توفى، عملنا بقى صلاه الجنازه ودفنا. كان تقصير من الشرطه، وكان ساعتها المجلس العسكري هو اللي بيحكم. حقه في كلتا الاحوال؟ لا انا خايف طبعا هو لسه ما رجعش. في اللي طلع قبل الماتش ب5 دقايق، وده من ضمن ال 72، ده من ضمن الشهداء. يعني الالترز عملوا له اغنيه باسمه هو، لان هو يعتبر لولاه كان هيحصل مجزره اكبر بكتير. هو كان متضايق ان احنا خسرانين، فطلع فلقى العساكر بتلحم الباب الحديد، وفي الاول في الاخر هو اللي راح برضه فكها. ويعني بنتمنى ان الحق يرجع لبابايا. كان دايما يقول يعني انا كنت اتمنى ايه بعد لما عمر يتخرج، ان هو يشتغل في شركه مثلا مالتي ناشونال كبيره، يشتغل في حته حلوه قوي. هو راح في احلى مكان في الدنيا. فالحمد لله من احسن الحاجات اللي حصلت لعمر ان هو يتكرم بحاجه بجيت باسمه. ودي طبعا انا بشكر فيها كل حد كان موجود هنا، والحمد لله ان يعني يكفي ان كل لما حد يجي يخش ان هو يترحم عليه او يقرا له الفاتحه، دي حاجه جميله جدا وحاجه كبيره جدا. في بورسعيد كلاب.
لما العسكر فتحوا الباب انطلقوا والفوضى عمت وقتلوا اغلى الشباب منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد راحوا وكموناهم حكمك لاغي في البلاد تعطي دم شهيد بكم لاجل ما تحمي في النظام اللي انت منه كمان تعطي دم شهيد بكم لاجل ما تحمي في النظام اللي انت منه كمان تعطي دم شهيد بكم لاجل